أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير خلق الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم المؤثر على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كم يؤلمني أن أقف متجاسرا على عم الشهيد الصابر المرابط في أمثال الأم المجاهدة التي زرعت لنا هذه النبتة الكريمة، الشهيد محمود الجزيري رحمه الله. هذه امرأة هي امرأة زينبية بحق، هي تزينت في كربلاء، ابنها كالقاسم على أرض كربلاء، وأمه كزينب في كربلاء. أمه الصابرة أنموذج الصبر في هذا الوطن، تتحمل الآلام جراء تعسف هذا النظام الظالم الغاشم الذي أراد لهذا الجسد المرضع أن يبقى سجينا لديه في مشرحته. ولكننا كما قال الشهيد وكما قال الإمام الحسين في يوم كربلاء: هيهات منا الذل، أين دوركم؟ أين دور العلماء؟ ما لكم إلا كلمة
يسقط حماد يسقط حماد يسقط حماد يسقط حماد. خرجت من الضفه خوفا من زحف الناس الى الدوار، خوفا من زحف الناس الى الدوار. ابقى هذه الضفه 10 ايام. نحن نقول للنظام ان ابقيتم الضفه سنه او اكثر سنزحف لكم، سنطالب بحقنا مهما قدمنا من تضحيات الانسان. هل تخافون من ذهاب الناس الى الدوار؟ سننطلق يوميا الى الدوار، سنطالب العلماء ان يتحركوا، ان ياخذوا دورهم الحقيقي في واقع هذه الامه المظلومه، ان ياخذوا، ان يقوموا بمهامهم التي على في يوم كربلاء.